خلاص رسميا إيهاب جلال دي آخر مباراة لي مع المنتخب، وأتمنى أن نتحدث عنه باحترام. وخلاص الراجل لم يوفق 3 مباريات، وواضح إن هو يعني فكره لا يتناسب مع منتخبنا، وله كل الاحترام والتقدير. خلينا نختلف دون أن نجرح ودون أن نتجاوز. معي ومعكم الناقد الرياضي والإعلامي الكبير الخبير المتخصص وصديقنا المحترم. وعايز أقول لكم على حاجة، اللي ما بيتابعش حلقاته على اليوتيوب خسران كتير جدا، وإحنا خسرانينه كمعلق. ومن ضمن الخراب اللي إحنا فيه إن الدكتور طارق الأدور ما نسمعش صوته كمعلق. ليه؟ ما تعرفش، علشان نفس المشكلة اللي بقولها لك. مين صاحب مين؟ قريب مين؟ ابن عم مين؟ يشتغل فين؟ معي ومعكم صديقي العزيز الدكتور طارق الأدور. دكتور طارق، السلام عليكم. أهلا بيك يا أستاذ عبد الناصر، وأهلا بكل مشاهديك الكرام. وطبعا هارد لك على هذا الموقف الصعب جدا اللي بتمر بيه الكرة المصرية الحقيقة، اللي بيزداد سوء بعد سوء. يزداد سوء بعد سوء، يعني فعلا عنوان مهم جدا، الأمور تزداد سوء بعد سوء. كيف رأيت مباراة مصر وكوريا يا دكتور طارق؟ ويعني دي علقة كروية مع الرأفة. شوف طبعا هو في الأداء بتاع منتخب مصر في مباراة كوريا يأتي استمرارا لنفس المشكلة اللي عانى منها المنتخب في مباراتي السابقتين أمام غينيا في الدور الأول لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، ثم المباراة الثانية اللي تلقى فيها المنتخب خسارة ثقيلة أمام منتخب من الثاني أو الثالث اللي هو منتخب أثيوبيا. النهارده بقى بتكتمل حلقة الفشل بمستوى أداء المنتخب الهزيل في المباراة اللي خسرها النهارده بنتيجة ثقيلة جدا، أثقل نتيجة يخسر بيها منتخبنا أمام كوريا في التاريخ. لكن أنا عايز أتكلم بصراحة عن النقاط الأساسية اللي عانينا منها في الفترة اللي فاتت اللي هي وصلتنا إلى هذه المرحلة. إذا أردنا أن نعتبر أن المشكلة في منتخب في إيهاب جلال أو في سابقه كارلوس روز أو في الأسبق هيكتور كوبر، إذا أردنا اختصار المشكلة ده هو المدير الفني، يبقى مش هنوصل لأي حاجة ولا هنتقدم خطوة واحدة. المشكلة أن الفشل والدمار أصاب كل أركان المنظومة، وبالتالي أصبح مش من السهل أبدا علاجها. يعني عارف يعني في لحظة كده تمنيت إن ينزل قنبلة ذرية على الرياضة دي كلها كده عليها، وأنا أول من دخل دائرة هذه القنبلة. إذا كان هذا في هذا إصلاح، إذا كان في هذا إصلاح، فأنا سأتمنى إن أنا أكون في دفت بوق القنبلة ديت عشان نبدأ من الزيرو تماما في إصلاح كل أركان الرياضة. إنما النهاردة لو نتكلم على المباراة النهاردة بس، المباراة النهاردة فيها أخطاء بالجملة. يكفي بس إن احنا نقول يعني الحقيقة ونركز على نقطة واحدة بس، إن جاء فينا 4 أهداف، 3 منهم بنفس السيناريو ونفس الأسلوب نفس الطريقة، كرة عرضية جوه منطقة الجزاء يستقبلها لاعب بضربة رأس، وبيكون اللاعب ده وسط 3 أو 4 من المدافعين، تمركز سيء، تمركز خاطئ، نواحي بدنية سيئة. فوق كل ده وفوق كل هذه الأمور كمان، حتى أنت يعني وصلنا إلى الدرجة يا أستاذ عبد الناصر إن إحنا لو هجمنا هجمة واحدة فرحانين إننا وصلنا للمرمى بهجمة، يعني لو بكرة واحدة وصلنا بيها إحنا مبسوطين وصلنا بهجمة، زي كرة أحمد رفعت مثلا اللي كان تقدم فيها مع مصطفى محمد. يعني بنتكلم على ان ده يعتبر انجاز ان احنا وصلنا الى ان في كوره وصلنا بيها للمرمى. صح، ده بنهلل جنب التلفزيون لما بنشوف هجمه من اللي احنا شايفينه. ايوه بالظبط. يعني انا برضو مش عايز اللاعبين ليه، صحيح ودي انا يعني يمكن اختتم بيها كلامي معاك، عايز اخليها اخر حاجه ده، انما بقول لك عايزين نعفي اللاعبين من مسؤوليه ضخمه جدا، ان النهارده كل اللاعبين بلا استثناء خارج الفورمه. من كام يوم في مباراه اثيوبيا انا عمري ما شفت فريق
يبقى مثلا ممكن يبقى فيه 3 4 بره الفورمه والباقي بيأدي متوسط، وفي لاعبين 3 مثلا كانوا مميزين. لا لكن احنا على المباراه الثانيه على التوالي بدون مبالغه، مش لاعب واحد باللعب اساسي او احتياط اكتر من واحد 2 من 10، من 1 الى 2 من 10، مفيش لعيب في منتخب اثيوبيا ولا لعيب النهارده ياخد اكتر من 1 او 2 من 10. وبالتالي يعني احنا لازم نصب جزء كبير من المشكله دلوقتي على اللعيبه نفسهم ومستوى ادائهم وتراجعهم في المباراتين اللي فاتوا. لكن بقى اللي انا بقى عايز اقوله يا استاذ عبد الناصر، وده مهم جدا، انا حسيت كده من فتره احنا في تراجع، وحسيت ان الكيرف راجع، حتى وصلنا نهائي كاس الامم بعدها ابتدى رجعنا للدوري لقينا ان عندنا مشاكل اداريه كثيره، ولقينا نفس المشاكل اللي احنا بنعاني منها. فانا بدات اكتب سلسله من الموضوعات بقول فيها او عنوانها علاج الكره المصريه، وكنت بقترح ان احنا عشان نعالج الكره المصريه صح لازم نوصل الى كل الامراض اللي عانينا منها في الكره المصريه في السنوات الاخيره. وحددت 12 نقطه كتبت عنهم في حلقات، يعني كان عندي 12 حلقه سابقه، المفروض كان ليا عشان اقفل الموضوع ده 3 حلقات كمان. ال 12 حلقه اللي انا تناولت فيهم سلبيات الكره المصريه كان المفترض ان هم كل نقطه منهم بتحل مشكله. اتحاد الكره كلنا شايفين اتحاد الكره وفشله في الاداري الفظيع جدا، التحكيم ايضا التحكيم في حلقه مستقله، وان احنا عندنا التحكيم في مشاكل كثيره جدا، يكاد يكون في مباراه بدون مشاكل في التحكيم ونحن لا نجد العلاج. الفار عندنا بيعيش على الماضي، بيعيش على كاميرات التلفزيون اللي ممكن يتم التلاعب فيها ولا يعتمد على كاميرات خاصه بيه، في كل العالم الفار بيعتمد على كاميرات خاصه بيه. احنا طرحت نقطه الفار دي كنقطه مهمه جدا، طرحت مشكله كبيره جدا اننا ما عندناش اي استراتيجيه بنطلع بيها ناشئين، ما فيش عندنا اي نوع من انواع التفكير ازاي نطلع اجيال قادمه ناشئين، ما عندناش لوائح صارمه تطبق على الكبير والصغير، عندنا لوائح مصريه بتطبق في الوقت المناسب ولا تطبق على الاخر في نفس الوقت، عندنا مشكله كبيره جدا في الدوري وعدم انتظامه. الدوري خلص في كل العالم بنهاية شهر مايو، كل الدنيا خلصت الدوريات والكاس وكلام من ده، احنا عندنا حتى الان ما عدناش، الان ما عداش نص عدد مباريات المسابقه، الان لعب 16 مباراه 34، يعني ما وصلش الى النص، يعني لسه اذا كان رابطه الانديه بتقول ان انا هنخلص في نهايه اغسطس، انا اهو انت اهو ان خلصنا قبل النص الثاني من 9 يبقى لك الكلام شهر سبتمبر، هنبدا الموسم الجديد امتى وهنكمل امتى والمشاكل دي كلها. اتكلمت على الدوري، اتكلمت على الجماهير، احنا لازلنا حتى يومنا هذا عايشين مشاكل وأزمة كبيرة جدا بالنسبة للجماهير اللي ما بتحضرش للسنة ال 12 التوالي. عندنا مفيش اخلاق الرياضة، الانسان الرياضي كانوا بيسموه زمان راجل سبور. راجل سبور يعني ايه؟ يعني راجل رياضي، كلمة سبور بالفرنسية مش سبورت بالتي بالتي، لا سبور يعني معناها راجل يتحلى بالاخلاق الرياضية. انت عاجبك ما يدور في الوسط من فساد اخلاقي وردود وخروج عن النص وهذا الكلام اللي داير ليل نهار، ازاي هتفرغ للرياضه وللكوره وانا عندي كل يوم مشكله كبيره في حاجه من الحاجات دي؟ انا يعني بصراحه اتكلمت عن القضيه، مش شايف اي تقدم ولو خطوه واحده في 12 نقطه اتكلمنا عنهم. اذا اردنا اصلاحا بالكوره المصريه فيجب علاجها. طب دكتور طارق، دكتور طارق من ضمن النقاط دي وانا تابعتك فيها، بعد غد الخميس هناك مجموعه من القرارات حضرتك طلبت بيها اعاده التخطيط للتحكيم المصري واستخدام خبير اجنبي لرئاسه لجنه الحكام، دراسه التجربه البلجيكيه او التجربه الالمانيه، وان تكون المرحله القادمه مدير فني يتماشى مع تجربة من التجربتين على حسب رؤية خبراء فنيين يستعين بهم اتحاد الكورة على كان يحدد هوية المرحلة القادمة
ويختار مدير فني اجنبي مع الفكر والتخطيط اللي هيكون بشكل علمي. انا بقول لك اللي هم بيقولوه او اللي جاي لي من الكواليس. الحاجه الثالثه اعاده الهيكله من الداخل وايجاد حلول للدوره المستنديه وبصفه خاصه المخططات التي تتاخر على الانديه والتسريبات والدفن لبعض الخطابات اللي متضرر منها كل الانديه المصريه. حتى وصل ان الاستاذ محمد الطويله قال انا خطبت الاتحاد في قضيه من القضايا او مشكله ب40 خطاب لم يرد علي حتى الان. الزمالك قال انه بيخاطب الاتحاد في امور كثيره لا يرد عليها. الاهلي الكابتن محمود الخطيب طالب اللجنه الاولمبيه ان تضع حلا لاليه تداول الخطابات داخل الجبلايه، ده مهم جدا. اعاده تعيين مدير تنفيذي على درجه عاليه من الكفاءه يتلائم مع فكر المرحله القادمه. النظر في العديد من اللوائح وتعديلها، تفعيل دور اللجان واستقلاليتها، دعوة الجمعية العمومية لمؤتمر لمناقشة الأحوال والخروج بتوصيات إصلاحية، وإمكانية أن يكون هناك لجان توصياتها تكون عبارة عن فاعلة وتتحول لقرارات، زي مثلا لجنة فنية على مستوى عالي من الخبراء، لجنة رقابة مالية ومثل هذه الأمور. ده كله يقال إن الخميس سيخرج للنور، وانت اتكلمت عن ده بشكل كبير جدا. هل هذا يرضي او يكفي لاصلاح الترهل اللي احنا فيه؟ بس انت قلت انا اتكلمت في 12 نقطة تعالج الكرة المصرية. المشكلة ان الكلام حلو، يعني انت ممكن يقعد يقول هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا وفي النهاية نبقى محلك سر. فانا بتكلم على تطبيق هذه البنود بشكل دقيق. اي دوله بتعمل استراتيجيه، مثلا على سبيل المثال، من ضمن النقاط المهمه جدا ان احنا لم نعد ننتج ناشئين. كل الانديه عند اللعيب الجاهز، لعيب افريقي، نص التيم بقى من اللعيبه الافارقه، بنقلل فرصه اللعيبه المصريين. ما بنعالجش هذه المشاكل الجذري، يعني نحاول اننا بس مسكنات. يعني زي ما انت شفت مثلا بقى اثيوبيا خرج لحظات، طب ايهاب جلال هيمشي، انا حتى قلتها، شالوا الضو وحطوا شاهين. بالظبط، يعني برافو عليك. جلال وتحط واحد تاني، طب ايه النتاج؟ لا، لازم نشوف بعينينا استراتيجيه. من ضمن الحاجات اللي انا كنت مقترحها ان مثلا انك تعمل استراتيجيه للناشئين 2030 او اللي هي 2030. احنا دلوقتي في 2022، يعني بعد لعيبه صغيره نلاقيهم يغزوا الكره المصريه ويغزوا كل المنتخبات، بدايه من منتخب الناشئين اللي احنا بقى لنا 25 سنه ما وصلناش حتى لنهائي كاس الامم للناشئين تحت 17 سنه، المرحله السنيه اللي بعدها اللي هي الشباب اللي هي تحت 20 سنه، بقى لنا من فريق ربيع ياسين سنه 2013 لم نستطع الفوز بكاس الامم الافريقيه او الوصول لكاس الامم الافريقيه نفسها او الوصول لكاس العالم، ان احنا نبتدي بالاستراتيجيه ديت، لان دي اساسيه. احنا بنعاني من ان عندنا مواهب كويسه جدا لكن لا نصل اليها، لا نطور في الكره في القدم. عندنا مشكله اكبر واكبر هي الدوري. الدوري بقى لنا مش من اقل من 30 سنه بنقول عايزين دوري يبدا في الفتره الفلانيه وينتهي زي بقيه الدنيا كلها، نلاقي في شهر مايو او بكتير في يونيو الدوري خالص. احنا عمالين كل سنه بنقول هذا الكلام ولا يتم اجراء اي تعديلات. فاحنا لازم نبدا فورا بهذه المشكله، نبدا بحل هذه المشكله، ودي ليها تفاصيل كتير جدا انا عرضتها في مقالاتي وفي مجالات اعلاميه كتيره. لكن انا بشوف ان انت عشان تصلح لازم تحط هذا الكلام قدام الناس كل واضح. استراتيجيه، انا عايز اعمل سنه 2024 مثلا الدوري يرجع تاني بالكثير قوي 14 او 16 نادي عشان اقلل عدد اسابيع الدوري، اشوف ان الناشئين في 2030 هيبقى عندي فريق يبقى واصل كاس عالم للكبار، هيبقى عندي فرق ناشئين بتكسب بطولات افريقيه، هيبقى عندي منظومه ناشئين كبيره. كل سنه اشوف في الدوري المصري مثلا مش اقل من 20 30 لاعب صغير ما بين 18 و21 سنه بيغزو الدوري المصري، اشوف بعيني هذا الكلام، اشوف تحكيم ما فيهوش كم المشاكل ديت. احنا يا استاذ عبد الناصر بنستهلك وقت كبير جدا جدا جدا
في نتكلم على الحكام، نتكلم على الفار، نتكلم في الخلافات والمشاكل والتسريبات اللي بتحصل، مش لاقيين وقت نتفرغ لدراسة أمراض الكرة الأرضية وعلاجها. بتفق معاك. أخيرا، هل أنت مع الدعوة العاجلة لمؤتمر وأن يرعاه الرئيس زي ما قال وزير الشباب والرياضة لبحث مشاكل الكرة المصرية وإيجاد حلول وتقدير هذه المشاكل والقضاء عليها؟ جدا مع يعني المقترح الرائع جدا اللي ممكن انه يبقى جبريا على القاسي والداني، على الموجودين وعلى اللي هييجوا، ان هم لازم يلتزموا بهذه المنظومه. خلي بالك يا استاذ عبد الناصر برضه، كل ما نفكر في النقطه ديت ويجي ناس مثلا حجر البناء للسيستم اللي احنا هنمشي عليه، نفاجئ ان انت قبل ما بيجي الناس اللي بعديهم باربع سنين يكون كل هذا النظام متدمر والبدء بنظام جديد تعبان زي ما احنا بنعاني الامراض اكتر واكتر. فلازم نكون في حلول جذريه. واللي بص اللي انت بتقول عليه الدعوه، وبالذات لو كانت من جانب الدوله، وان انا انظر الى نقاط الضعف اللي عندنا واحط المنظومه في الطريق الصحيح، ده يبقى اجباري على كل اللي يجي. مش يجي واحد جديد يقول لك لا 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 مش همشي على ده، هعمل حاجه جديده. لا، ده يبقى سيستم دوله، يبقى استراتيجيه دوله لعلاج كل هذه النقاط، ونبدا من بعدها اننا نتقدم شيئا فشيئا. عمر يا استاذ عبد الناصر ما هنقدر نعالج كل هذه الامراض في خلال شهر او شهرين او سنه، لا، بس لما تبدا من الان هنلاقي نفسنا بعد 3-4 سنين خدنا نتاج العمل ده. أشكرك شكرا جزيلا معالي الدكتور طارق الأدور، خبيرنا الكبير والمحلل الرياضي الشهير والمعلق المعروف والناقد الرياضي المحترم. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معايا يا دكتور. شكرا ليك. شكرا ليك يا سلام.